صباح الخير، يسعد أوقاتكم. اسمحوا لي اليوم اشكر ربنا على هالنهار الجديد اللي منحنا إياه، اشكروا على العقل اللي عطانا إياه، اشكروا على وجوده بحياتنا حتى ولو بطرق ما مننتبه له. تخيلوا قديش الله كريم علينا، طب يعطينا فرص جديدة وأمل وذكاء ووزنات كتيرة، وكل يوم بيقلنا بمية طريقة أنا معكن ما تعتلوا هم شي. فخصوصاً بهالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة اللي عم نمر فيها، عم نحس أكتر بوجود الله جنبنا ومعنا وحدنا وبيناتنا. بداية خلينا نبلش حلقتنا لليوم بفقرة الإنجيل مع الراهب الماروني المريمي الأب دومينيك نصر. بسم الآب والابن وروح القدس إله الواحد أمين. أقرأ من إنجيل متى الفصل العاشر من الآية 18 للآية 26. وسيسلم الأخ أخاه للموت والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وسيبغضكم جميع من أجل اسمه، والذي يثبت إلى المنتهى فهو الذي يخلص. وإذا طاردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى أخرى، فإني الحق أقول لكم إنكم لن تأتوا إلى آخر مدن إسرائيل حتى يجيء ابن البشر. ليس التلميذ فوق معلمه ولا العبد فوق سيده، فحسب التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. فإذا كان رب البيت قد سموه بعل زبول، فكيف بالأحرى أهل بيته؟ فلا تخافوهم، فإنه ليس من محجوب إلا سيكشف، ولا مكتوم إلا سيعلم. المجد لك يا رب، المجد لك. إخوتي، بهالصباح المبارك الكنيسة المارونية بتحط بين إيدينا هالإنجيل يلي في الرب يسوع المسيح عم بيوجه رسالته للتلاميذ، يعني لكل واحد منا. والكنيسة المارونية إذا عم ننتبه كل أحد بتحط لنا عنوان، وبهيدا العنوان ما نتأمل بباقي الأناجيل حسب هالعنوان اللي بتحط لنا إياه الكنيسة. عنوان أحد الماضي كان دعوة الرسل. كيف أنا بدي أدعي؟ كيف الله بده يدعي؟ وكيف الإنسان بده يتقبل هيدي الدعوة؟ الحلو بإلهنا إنه ما بيغشنا. الحلو بإلهنا ما بيوعدنا بإشياء وبعدين بيقلنا حاولت وما زبطت، كنت عم بسعى كرمالك وما قدرت. الرب بيوعدنا بالمجد الأبدي، وهيدا يلي رح نناله. والرب بيوعدنا ووعدنا بالمعزة يلي هو بده يحكي فينا، وهيدا اللي عم بيصير. ما وعدنا انه بدنا نعيش حياة مليانة فرح وسعادة وما في مشاكل ما في اضطهادات، بالعكس أن ننتبهوا رح يكون في اضطهادات. رح الخي يسلم خيه والبي ابنه، ورح تقوم العيلة على بعضها، رح تنشق العيلة. بس السؤال يلي يطرح، هل هيدا هو الرب يسوع المسيح مبتغي؟ هل غاية الرب يسوع المسيح انه الخي يسلم خيه للموت والبي ابنه والعيلة تتشقق؟ اكيد لا. غاية الرب يسوع المسيح هي المحبة والسلام، هو عيش المشترك والاتحاد معه. ولكن أعداء الله وأعداء البشر هم يكسروا بهالبشرية. بعل زبول يلي هو معناته البعل الأمير، يلي كانوا يتمسخروا عليهم،
اليهود للوثنية يلي بيعني الإله الأكبر يلي طلع فاشل بعهده، حطوه للرب يسوع المسيح بهيدي الصفة. وبعل زبول كمان هو رئيس الشياطين، حطوا الرب يسوع المسيح بخانة رئيس الشياطين، الملك الفاشل. صحيح، ملك فاشل بمنظار الفاشلين، بمنظار الأرض، لأنه الرب يسوع المسيح قوته بحياته الأبدية وبألوهيته وإنسانيته الكاملة. الرب إخوتي اليوم عم بيقلنا ما تخافوا، ما تخافوا من الاضطهادات، ما تخافوا من الإنشائات، فرحوا وانبسطوا إنه أنتوا عم بتنالوا هالاضطهادات كرمال الخير العام، كرمال خلاص البشرية، كرمال خلاصك ونموك. لأنه نحن بنوقع بمشكلة كتير كبيرة، كون أنا متخانق مع العالم كله سوا، مقبر مع عائلتي، مقبر مع العالم اللي حواليي، بقرأ هيدا النص إيه ما أنا صفقت هاد. لا، أنت شو عم تعمل؟ أنت هل عم تشتغل للخير العام وخير الخاص؟ هل أنت عم تشتغل لنشر المحبة والسلام مثل ما عمل الرب يسوع المسيح وتلاميذه وعم بيبادروك بالسيء؟ من ضربك على خدك الأيمن دون له الآخر. مش أنا بدي أضرب الآخر وإذا رد علي اضطهدني، ما أنا اللي عم بعمل المشكلة، مش هو اللي عم بقوم بالمشكلة. الرب يسوع المسيح وتلاميذه هن أبناء رسل سلام ومحبة، خارج المحبة والسلام نحن ساعتها بطلنا أبناء الرب يسوع المسيح. بأن الرب ما تخافوا، ما في شيء محجوب إلا سيكشف. وهون أهمية الرجاء والإيمان بعمل الرب يسوع المسيح. الديسين كتار اتهموا زور من هالقديسين والقديسات، قديسة مارينا قديش اتهمت زور، قديش اضطهدوها، قديش اتهموها بأشياء من هي، وخاصة اتهموها بالجنس، واتهموها انه هيدا الولد منه باعتباره هو مارينو منش مارينا. وطلع اخر شيء هي قديسة، تحملت الاضطهاد، ما بادرت الشر بالشر ولا كانت هي مصدر الشر، بالعكس هي كان مصدر التأمل والصلاة والمحبة. إخوتي بهالنهار المبارك نحن بدنا نسلم زواتنا للرب يسوع المسيح بواسطة الروح القدس، نكون أداة للسلام والمحبة، ومن هيدا المحور نحن ساعتها شو ما بيصير معنا نحن عارفين إنه يسوع المسيح إلهنا القوي ما بيتركنا، لأنه هو حاضر معنا بالقربان المقدس، وهو بعث لنا المعزي اللي هو روح القدس اللي رح يحكي فينا ويفرجي كل الحق والحقيقة بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أمين. مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع لنتعمق أكثر بالإنجيل مع أبونا دومينيك. Thank you.
رجعنا معكم مشاهدينا. أبونا أولا يعني هذا الإنجيل اليوم كتير حلو، في كتير قصص فينا نتعمق فيها أكثر، وفينا هيك مثل نفكر فيها زيادة، وعن جد منلاقيها أنه بتنطبق معنا بحياتنا اليومية. قال بالإنجيل متى: ليس من محجوب إلا سيكشف، وليس من مكتوم إلا سيعرف. شو قصده ربنا هون تيقول؟ قصده يقلنا أنه ما تعتلوا هم، يعني الحق رح يبين. كيف فينا نخدها بحياتنا اليوم؟ وشيل المجد لله، وإن شاء الله دايماً الرب يسوع المسيح هو النور، وما في النور إلا من ما بده يضوي، ما في يكون في بمطرح تاني بأن الرب يسوع المسيح الخوف إنه يصير نور يكون ظلمة. فالرب يسوع المسيح لأنه هو نور الحياة، لأنه هو شمس الحياة، ما في إلا ما كل شيء بده يبين. إذا أنا جيت خبيت شغلة بالعتمة تختفي، وقت يجي الضوء عليها بده يبين. نحن عندنا خوف انه بس ما انا اذا عملت منيح ما يمكن ما حدا يعرف، اذا انا حدا اضطهدني ما بدي اخذ حقي لانه ما في حدا بده ياخذ لي حقي، بدي اتغدى قبل ما يتعشاني. مزبوط، هيدا المنطق التفكير اللي نحن منعيشه، لأن الحياة بهذه الأيام هي خلتنا هيك نكون. صحيح، كمل هيك الرب يسوع المسيح بأننا ما نخاف، ما كل شيء بده ينكشف، كل شيء بده ينعرف، كل شيء بده يكون على السطح، بطل في شيء بالمخفي. والدليل على الموضوع مثل ما كنت عم أقول بالتأمل قبل شوي، مثل قديسة مارينا، أحد هالقديسات العظماء يلي اتهموا واتبهدلوا ونحطوا بمنطلق تعذبوا انه انت يا ماريو بدك تهتم بابنك اللي انت عملت علاقه مع شخص ومنه هيدا الولد هيدا ابنك. سكت، اتحمل ربيه بمحبه وسلام. وقتها ماتت القديسه مارينا عرفوا انه هي كانت امراه منش شاب، وعرفوا انه كل هالاضطهادات اللي صاروا وقعوا فيها. اذا هي من الاول بدها تفكر ايه بس ما انا وين بدي رجع اعتباري، ما انا بدي اخذ حقي، ما انا حقي راح. وهيدي ياما بنعيشها بحياتنا، كل بيومياتنا بنعيش انا بدي اخذ حقي، انا بدي ربي اعتباري، انا بدي. وشو اخذت حقك؟ مزبوط. اي حق اصلا اخذته؟ وكيف اخذته؟ اذا اخذته بطريقه ذاتيه، يعني انت عملت مثله، يعني انا اذا واحد اجى هني اخذت حقي وهنته، طيب شو الفرق بيني وبينه؟ اذا سرقني جيت اخذت حقي وسرقته، طب مثله وغيره وغيره وغيره. يعني الله عم بيقول لنا اكثر مثل ما انت ذكرت كمان انه روحوا على السلام، روحوا على القصص الروحيه اكثر من القصص الارضيه. ولكن ابونا نحن بايامنا هيدي، يعني ليه مضطرين كل شخص منا بيسأل ليه أنا بدي أتعذب؟ ليه أنا بدي أحس بالذل يمكن ببعض المطارح أنا إذا ما رديت على هذا الشخص؟ أوكي، بأبسط ما يكون في سببين. أولا نحن على هالأرض جايين بس نعيش على هالأرض؟ أكيد لا. إذا حياتنا يلي بيأمن إنه ما في حياة تانية، أنا بقول له برافو عليك، خد حقك بإيدك، لأنه هلأ أنت جاي على هالأرض ما بتعش امتى بتموت وبتروح للزوال. ولكن اذا نحن من امن بالحقيقه اللي هي في حياه تانية، طب انا نحن نعمل حسابات بسيطه. اذا انا عايش على هالارض قد ايه بدي اعيش؟ 100 120 سنه 130 سنه قد ايه بدي اعيشهم؟ طيب عشتهم، اخذت حقي وعملت اللي بدي اياه وعشت احسن حياه مثل ما انا بدي. طيب ويا حبيب قلبي يا زكي، عشت هال 120 سنة مثل ما أنت بدك إذا اعتبرناها، طب والمليار سنة بدك تعيشهم كيف؟ ما إذا أنا عم بقول لي رب يسوع المسيح أنت بس جاي إسكال على هالدنيا، جاي فترة صغيرة، جاي تعيش هالحياة كرمال موطنك الأصلي اللي هو الملكوت، طب ساعتها أنت بتخطط لشو؟ بتخطط لهالكم يوم بدك تعيشهم هون على هالأرض، أو بدك تخطط لحياتك الأبدية اللي هي
اللي هي أزلية وأبدية. هذا أول شغلة. تاني شغلة، طب أنا أخذت اعتباري، أخذت حقي، لمين قال لك إنه هذا هو حقك أصلاً؟ لمين قال لك إنه أنت بحق لك تعيش هيدي الحياة؟ طب إذا أنا بحق لي إيش هالحياة، غيري ما بحق له إياها، هذا هو السلام. سلام ساعة اللي أنا بفهم إنه في آخر حاضر هو بحق له يعيش حياة فرحة وبسلام، وأنا كمان بحق لي أعيش حياة فرحة وبسلام. إذا أنا عم كون مصدر إزعاج للآخر، أنا المضطهد، أنا عم بضطهد. إذا أنا عم كون مصدر عم بمتص هالاضطهاد، ساعتها أنا عم بتطلع بالآخر وقل له شغلتين أساسية. أولاً عم قل له أنه أنا بفهمك أنه أنت ضعيف وناقص، وبدي إياك تشوف يسوع الموجود فيك. وأنا بدي أفهم شغلة أنه هيدا عم يضطهدني مش لأنه طالع عبالي يضطهدني، هي عم يضطهدني لأنه عايش بمشكلة كبيرة بحياته، عنده نقص يلي نقص هو معين. ربنا يمكن أو يلي هو صحيح. كلمتين حكيت جرح معين عنه. يمكن مشكلة معينة صارت، ومثل ما أقول بكلمتين صغار بسيطين قادرين نحن نرجع السلام. فالأساسي بالموضوع كله مش يسوع عم بيدعينا على حياة قهر وعذاب واضطهاد، بالعكس يسوع عم يدعينا على حياة فرح وسلام ومحبة. ولكن أنا عم كون مصدر إزعاج للآخر، أنا عم كون مصدر طاقة اضطهاد للآخر، أو أنا بدي أكون ضد هيدا المنهج وامشي بمنهج يسوع، أو أنا بدي امتص هيدا المنهج السيء وارجع للمنهج الاساسي. بس ابونا انت عم تقول انه نحن المصدر للاضطهاد، يمكن ببعض المطارح نحن مش عم نقوم بشيء مضطهدين. ايه صح، مش ضروري دائما نكون نحن، مش يعني مش قصدي نحن يعني انا نلقي اللوم على نفسنا. صح 100% معك حق. المقصود بعتذر على الفكره، المقصود فيها نحن البشريه. يعني لانه نحن دائما بنحط انه حق على الله، ليه جبتني على هالدنيا؟ ما أنا عم عيش العذاب والمرض والتعب والوجع. ما الله ما جابك كرمال هيك. الله جابك تتعيش الفرح، تتعيش السلام، تتعيش. بس ضغوطات الحياة ما بيخلونا أيام نعيش. مظبوط. طب مين عمل هالضغوطات؟ إنسان آخر، مش أنا، مش إيه؟ أنت يمكن. إنسان آخر يمكن. أنا أنا طب إذا أنا عملت ضغوطات عليك وضغطتك وسببت لك ألم ووجع، أكيد أنا ما برد هالشي بنفس الطريقة. هيدا أكيد هون ببلش من وراء السلام الداخلي 100%. إذا أنت رجعتيني بالشي ذاته، ساعتها صرت مثلي مثلك. إذا رجعتيني يعني رديتي، بدلتيني بالسلام والمحبة والاستوعاب على ضوء الرب يسوع المسيح اللي روح القدس هو بده يحكي فيك، ساعتها أنت بلشتي تتطلع أصلاً بالاضطهاد بمنطلق تاني. وهون القديسين ليش ما اضطهدون؟ بس كيف كانوا يشوفوا الاضطهاد؟ هل يقعدوا يبكوا على الأطلال؟ يا دلي أنا وينك يا الله، تركني وشو عامل فيي، وأنا شو عامل لك؟ ونبلش هون كمان أفكار تانية تيجي على راسنا، إنه لأنه أنا غلطت هالغلطة، أو ستي أو جدي أو أمي أو بي غلطوا هالغلطة، أنا عم بتحمل مسؤولية هالغلطة. لا مش مزبوط. البشرية ككل هي بجرح كبير، أنا ضمن هالبشرية بدي امتص هيدا الجرح، ولكن كمان مني أنا البريء وأنا المظلوم دايما، أنا وقت بكون كمان الظالم. ببعض المطارح أنا المظلوم، بمطرح تاني أنا الظالم. بقراءة يومية ذاتية واقعيا بيني وبين حالي، ساعتها بعرف حالي إذا أنا كنت الظالم كيف أرجع أتراجع عن ظلمي وأدعي للسلام، وإذا أنا كنت المظلوم كيف بدي كمان أمتص هيدي المشكلة، أفهم الآخر ليش عم يظلمني وكمان أدعي للسلام. يعني أبونا من خلال هذا الإنجيل الله بده يعلمنا أنه نبعد عن الأنانية، لأن لاحظت منحكي عن قصص مشتركة وليس فقط القصص الشخصية. صحيح 100%. الأنانية هي الأساس، كل شيء أنا بالنسبة لألي هالنسبية كمان بالنسبة لألي أنا هيك،
طب انا شو الله شو خصني فيك؟ دبري راسك. طب مثل ما انا عم اقول انت دبري راسك، ما انت عم تقول دبر راسي. ما اذا صار كل واحد منسلخ عن الثاني، من هون العيله عم يقتلوا بعضهم. شو يعني عم يقتلوا؟ مش ضروري بالسكين. نحن هلا بلبنان كم شهيد عم بيموت بنهار؟ مظبوط. اذا ما نحكي بالدم ورا العنف، ما في حدا ورا العنف. هلا امبارح خبريه القاع، الله يساعد الاولاد، شيء اللي صار. طيب هيدا هالولاد ما ماتوا بطريقه نفسيه؟ أكيد. ما بدهم يجوا يعيشوا من جديد وغيره وغيره. هلا هيدا انحكت بالاعلام، قديش في ولاد عم يضطهدوا، قديش في رجال عم يضطهدوا، نساء وشباب وصبايا. نحن بس بنروح صوب الولاد والنساء، ولكن في رجال يضطهدوا. مزبوط. في شباب يضطهدوا من ناحيه النفسيه، جسديه، روحيه، كل الانواع العنف عم نقوم فيها. طب هيدا ليش؟ لانه الانانيه ضربتنا، لانه الانا بدي ضل عايش، انا بدي ومفكر حالي انا ابدي. يا انسان ها بدك تعالى، قد ما كنت معك جبروت ومعك عظمه ومعك مصاري ومعك سلطه ومعك نفوذ، انت بيجي نهار يدق الباب تفضل شرف. ما رح تقول لحظه بس بدي اخلص هذا الموضوع، بدك تروح مثل الشاطر، بدك توقف بوجه ربك، وربك بده يتطلع فيك. قادر تتطلع بربك وتقول له انا عملت شيء منيح؟ مظبوط. اذا مش قادر تتطلع بربك، فضل اشتغل على حالك، ارجع على حالك، ما تتملك بالانانيه. خلي نحن مش الانا، خلي نحن هو مصدر طاقتنا. مظبوط. يعني كمان كنا عم نحكي انا وياك، عم نقول انه يمكن لازم كل شخص منا يخصص دقيقه، 5 دقائق، 10 دقائق، قد ما بيقدر، هيك لحظات بينه وبين ربه، لحتى لي يمكن هول الامور، بس نصلي، بس يكون في عنا مثل لحظات تامل، بيجوا مع الوقت. مظبوط. كثير مظبوط. وهيدا هو الاساس، الجوهر. انا بقعد صلي المسابح كل نهار، شيء حلو، وصلي تسعويات كل نهار، شيء رائع، واقرا وتاملات وكتابات مقدسين واخبار، كله حلو. بس اذا ما قعدت بينه وبين ربي، احكي مع ربي، ما لها قيمه كل شيء. يعني انا كمان بنوقع نحن كثير باخبار انه بدي احكي عن الله. برافو، كلنا بنحكي عن الله، كلنا بنبدع بالحكي عن الله، بس مين فينا اللي بيعرف يحكي مع الله؟ مين فينا يلي بياخد هالخمس دقايق، دقيقه، دقيقتين؟ اول شيء بلشوا، بنبلش بدقيقه، دقيقتين، خمس دقايق، بعدين بتصير تتطور الصداقه. يلي بتنبنى بسرعه بتروح بسرعه، اللي بتنبنى على رواق بتضل ثابته. فنحن بدنا نبني صداقتنا مع الله على رواق، شوي شوي تنوصل للثقه، نتملك ثقتنا بالله، والله ثقته فينا. لانه اكثر من مره بنقول وبنردد، مش انا المؤمن بالله، الله المؤمن فيي. لانه مش انا عم بعطيه شيء لله، انا لا عم بعطيه، هو اللي عم يعطيني كل شيء، وبيعطيني كل شيء، مش قسم. يعني هو المؤمن فيي. انا تصوري مؤمن فيك، اعطيتك الاذاعه كلها سوا، اوكي، انت ايه، انا كمان مؤمن فيك ابونا. طب شو اعطيتيني؟ ما اعطيتني شيء. يعني لهيك لازم انا المؤمن فيك. قصص لربنا، صحيح، نتكرر ونكرس اشياء لربنا تنحنا نكسب، مش هو يكسب. الله الله فينا وبلانا هو الكمال. انا اللي عم بتقرب من الرب، انا اللي بدي اعيش الفرح، وخاصه الاضطهاد. اخوتي الاضطهاد منه من الرب، بحب دائما اشدد عليهم. وشغله ثانيه، الاضطهاد هو موجود، ما حدا يجي يلعب لكم براسكم ويقلنا ويقلكم انه هاي نهايه الازمنه، في كورونا، في حرب روسيا واوكرانيا، في حرب لبنان واسرائيل، في عم يروق شوي. ما من اول البشريه سفر التكوين بقلنا الرب قايين قتل خيه هابيل. مزبوط. وقصه نوح، الفيضان اللي صار، يعني الرب عم بقلنا من اول البشريه اضطهاد ماشي، والظلم ماشي، ولكن كمان مثل ما بيقول ما نخاف، لانه الرب يسوع المسيح كل شيء بده يبينه بوقتها. ودائما كمان بحب اختم هون بهيدي الفكره،
نقول كلمة لا تخف صارنا كتير مرددين وحلوة تطلع في العالم كله. لا تخف موجودة 365 مرة بالكتاب المقدس. يعني على كل يوم من حياتنا. طيب إن الرب إنه أنا معكم كل يوم، ما تخافوا، الرب حاضر، يمهل ولا يهمل. يعني بيعطينا وقت لإلنا، بيعطي وقت للآخر، مهم نعيش الفرح والسعادة. مزبوط. يعني أبونا يمكن نحن حشرية الإنسان هي يلي بتخليه يخطي، يعني يوصل لقصص يشك بالله أو يعمل قصص هيك بتردد، ولكن رجائنا مثل ما قلت وثقتنا بالله لازم تكون كبيرة، وهذا شيء يمكن أفضل حل حتى نكون أقرب من الله، وبالتالي نخصص مثل ما قلنا يمكن لحظة بنهارنا نكون نحن وياه لحالنا عم نتأمل معه. بالختام شو بتحب تقول؟ بحب أقول أنا التعلق هو مشكلة. إذا أنا تعلقت بهالأرض بدي ضل بهالأرض، إذا تعلقت بربي بدي أوصل صوب ربي. خليني استسلم لإرادة الله، لحكمة الله، لروح القدس بحياتي، وهالاضطهاد شوفه إنه هو فترة كتير قليلة. أنا اضطهد وبعمل مشكل يمكن ساعة بنهار، ليه بدي أحمل هالساعة تاخد 23 ساعة الباقيين؟ خليني نحطها محلها، كفي ل 23 الباقيين، اطلع بنعم الرب بحياتي. ساعتها أنا عم بلش حافظ على سلامي الداخلي ومحبة الرب بحياتي، وعم بنشرها للآخر، لأنه مثل ما الرب هو النور أنا كمان هالمراية بدي نظفه قد ما فيي تضل شفافة تعكس نور الرب لكل شخص بيلتقى فيه. أبونا أنا بشكر حضورك معنا. وهلأ مشاهدينا بريك صغير وبنرجع، خليكن معنا. الله يقويك. مرسي لك أبونا. في كل زمان وكل
رجعنا بعد البريك مشاهدينا، وبهالفقرة بعد ما ارتاح العالم من وباء كورونا والحجر المنزلي رجعت عليت نسبة الإصابات بكورونا بلبنان، ورجعنا نشوف نسبة أشخاص عم ينحجروا. ولكن شو السبب لعودة هالوباء؟ شو المخاطر اللي قدمين عليها؟ شو التدابير اللي لازم تتاخد؟ كيف فينا ننتبه من هالفيروس؟ وهل في حجر جديد؟ كل هالأسئلة بيجاوب عليهم الدكتور غسان الأعور، أخصائي بالأمراض الجرثومية بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، أهلا فيكم، تفضلي. أنا بشكرك على حضورك بالرغم من انشغالاتك. شكرا. بداية دكتور، شو السبب ترجعنا نشوف أنه حالات كورونا عم تتزايد وأعداد الإصابات رجعت تعلى بالرغم من أنه معظم الشعب أخذ اللقاحات الثلاثة؟ صحيح، بدون شك مثل ما عم نشوف هالأيام أنه أعداد الحالات كتير عم بتزيد، وأهم سبب هذا بيرجع للاختلاط اللي هو متزايد بشكل كبير، خصوصا مع بداية فصل الصيف، فرصة الصيف، عودة المسافرين اللبنانية المهاجرين السواح أيضا، وخروج الشباب والصبايا والتلاميذ لفرصة الصيف. ففي عنا هون اختلاط، وهيدي النقطة الأساسية بالانتشار اللي على الأرجح أنه راح تودينا على تطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار العدوى. فلذلك السبب المهم هو الاختلاط المتزايد بدون تطبيق الإجراءات اللي أهمها الكمامة والتباعد. يعني دكتور، الإجراءات اللي مفروض اتخاذها للوقاية من هالعدوى هي نفسها اللي كانت مفروضة ببداية هالجائحة؟ صحيح، بدون شك هذا الفيروس يبقى أنه فيروس تنفسي، وأهم وقاية منه هو استعمال الكمامة والتباعد الاجتماعي. بس إذا فكرنا بتطبيق هالإجراءات بالمناسبات وبالحفلات وبالأعراس وبالمطاعم وبالعشوات، شغلة مش سهلة كتير مع بداية فصل الصيف، ولكن لابد من تطبيق أقصى ما يمكن من هالإجراءات هيدي حتى نحدد من الانتشار. نعم مزبوط. طيب دكتور، إذا حدا انصاب بهالفيروس وطلع بوزيتيف، يعني قديش مفروض تكون مدة الحجر؟ مدة الحجر الموصى بها بالوقت الحاضر هي على الأقل 5 أيام. 5 أيام للشاب والصبي أو للإنسان منيحة. إذا كان في شوية مشاكل صحية عند الإنسان، أو إذا كان العمر أكبر شوي، أفضل أنه نطلع نحو 7 أيام. وإذا الإنسان في عنده عوارض اللي هي مستمرة، اللي أهم شيء فيها السعال، لأن السعال هو اللي بينشر العدوى أكثر، ممكن نوصل لحد 10 أيام. فإذا هي إجمالاً 5 أو 7 أيام، ممكن تكون أطول شوي. مزبوط. جاية أسألك أنه شو هي أكثر عوارض عم تكشف أنه هيدا الشخص مصاب بكوفيد؟ الحقيقة إصابات الكوفيد هالأيام هي بمتحور الأوميكرون. الأوميكرون اللي هو عم ينتشر هالأيام عنا وعند غيرنا بكل العالم كمان. فالأوميكرون اللي وصلنا حاضر هو المتحور من الأوميكرون الرابع أو الخامس الحقيقة، اللي اسمه علمياً BA4 BA5. هلأ هالمتحورات هيدي بالأوميكرون نفسه هي متحورات أخف من متحور الدلتا بالتأكيد. لذلك الوارد عم تتركز من أعلى من الجهاز التنفسي، يعني الزلاعين، اللوز والحنجرة. فلذلك المريض عم بيكون عنده سور ثروت، يعني وجع في البلعوم، وبعض الأشخاص عم بيكون عندهم تأثر بالصوت كمان، بخف صوتهم، بينبحوا بشكل معين. فهيدي العوارض الأساسية، بالإضافة إلى وجود الحرارة طبعا وبعض السعال اللي هو متفاوت من شخص إلى آخر. فالعوارض هي العوارض التنفسية في القسم الأعلى من الجهاز التنفسي. الحمد لله أنه ما عم يتطور وما عم بيسبب ضيق بالنفس أو نقص بالأكسجين بمعظم الحالات، ولكن الكبار بالعمر أو الناس اللي عندهم نقص بالمناعة ممكن تتطور حالتهم لبعض العوارض الأشد. حكينا عن العوارض،
ولكن شو آخر التداعيات اللي عم يتعرض إلى الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا؟ يعني عم نشوف كتير أشخاص يمكن عم يتعرضوا لجلطات، مثل ما قلت ضيق تنفس. نعم، شكرا لسؤالك. هذا السؤال كتير مهم الحقيقة، لأنه عم نقول إنه الأوميكرون الحاضر بيسبب عوارض تنفسية خفيفة عادة، وإجمالا بتزول خلال الخمسة أيام اللي الإنسان بيكون فيها بالحجر. ولكن في اهتمام كمان بالعوارض اللي ناتجة عن كوفيد فيما بعد، اللي بنسميها طبيا لونج كوفيد. لونج كوفيد اللي ممكن يكون فيه تعب مثلا، تشتت مهني، أوجاع في العضلات أو في المفاصل، قلة همة عند الإنسان يعني يرافق هذا التعب، ما بيقدر يعمل الرياضة اللي عادة بيعملها. هيدي كلها أشياء بدنا ننتبه لها ونتحملها نوعا ما. يعني بدنا نساير، مش نضغط على حالنا إنه نعمل رياضة إذا كنا تعبانين أو غيره. ولكن أيضا بدي زيد هون بإنه اللونج كوفيد اللي عم يتركز عليه ما عم بيكون حالات كثيرة، لذلك يجب الانتباه لهالموضوع هذا، بس ما بدنا انه نكون مهووسين فيه، خصوصا في نقطة الجلطات. احتمال وجود الجلطات عند الأشخاص من بعد الكوفيد، انا بدي أكد على هالموضوع انه لا، قليل جدا وجود الجلطات من بعد الكوفيد. حتى الحقيقة بمتحور الدلتا وخلال هالسنتين الماضيين كنا كثير نهتم لهالموضوع هذا، ولكن التوصية الطبية الأخيرة بأنه احتمال الجلطات يبقى احتمال قليل أو نادر، ومش ضروري أنه نستعمل مسيلات الدم أو الأسبرين في كل الأشخاص. نأخذ بعض الأشخاص فقط، الإنسان اللي كان عندهم عوارض أشد من غيرهم، هون ممكن أنه نأخذ السيلان أو الأسبرين بعين الاعتبار. أما أنه التوصية الطبية واضحة بأنه كلا، الأشخاص اللي صار معهم كوفيد بدهم ياخذوا أسبرين، وما تخافوا من هالموضوع هذا. It's okay. دكتور، بدي أسألك عن الذاكرة. هل المصاب بكورونا بيتعرض لمثل نسيان أو لقصص ينسيها أو ما له علاقة؟ نعم، الحقيقة جزء من اللونج كوفيد إنه لما بيكون فيه بيسموه فوغينس أو يعني عدم تركيز ذهني جيد أو عدم صفاء ذهني جيد. نعم، هالعوارض هيدي موصوفة وموجودة على الأرجح كمان عند عدد قليل من الأشخاص، بس برضو معظمها ما يزول خلال أسابيع قليلة، ونادراً ما تستمر لشهر أو شهرين، نادراً ما تستمر بهالشكل هذا. فلذلك ما في خوف منها، عادة تزول خلال أسابيع أو شهر أو شهرين عند قليل جدا من الأشخاص، فما في خوف من هالشيء هذا كمان. أوكي. وأخيرا برأيك شو الإجراءات اللي الدولة لازم تاخدها للحد من تزايد الأعداد بكورونا؟ نعم، الحقيقة الإجراءات اللي الدولة بدها توصي فيها أو المجتمع بده يوصي فيها وكل الأشخاص لازم يهتموا فيها، يعني بعض المراجع الطبية بيقولوا بدك تحمي حالك، طبق الإجراءات بداية من أخذ اللقاح. موضوع اللقاح والتطعيم موضوع أساسي، إذا بدنا نحمي حالنا لازم ناخذ اللقاحات. وهلأ معظم الأشخاص اللي مهتمين باللقاحات طبعا أخذوا 3 جرعات. الجرعة الرابعة لازم الأشخاص اللي عمرهم فوق 65 أو 70 سنة، نعم لازم أنه ياخذوها، لأنها بتحميهم من تطور أي عوارض شديدة. هذه كتير مهمة. بسن أقل من هيك الشباب أو بأواسط العمر مش بالضرورة أنه ياخذ الجرعة الرابعة، إلا إذا كان في عندهم احتمال أنه تتطور العدوى عندهم، مثلا إذا كان في نصاحة زايدة، سكري، ضغط، مرض بالكلى، مرض بالقلب، هذه الأشياء اللي طبيا نحن بنعرفها. فإذا التطعيم هو شيء أساسي، وكذلك تطبيق الإجراءات، يعني استعمال الكمامة. هلأ أنا كطبيب
لازم استعمل الكمام بمركز عملي بالعيادة بالمستشفى. ليش؟ لأنه بدي أحمي المرضى حولي، لأنه بيكون في ناس من مرضانا اللي عندهم نقص بالمناعة، ناس كبار كمان بدنا نحميهم، ضروري هالشي هذا. وإذا أخذنا المجتمع بشكل أوسع، أنا إذا بيصير عندي كورونا بدي أعزل حالي وبدي أطبق الإجراءات حتى ما أعدي غيري، حتى ما أكون سبب بالعدوى لغيري. لذلك استعمال الكمامات قدر الإمكان واستعمالها بالشكل الصحيح يجب أن يطبق، وكلنا سوا لازم نتقيد بهالشيء هذا. شو يعني؟ لما نمشي بالشارع ما بنستعمل الكمامة إتس أوكي، ولكن لما نفوت على الأماكن المغلقة خصوصا عند الاختلاط بأشخاص آخرين بدنا نستعمل الكمامة، أو بدنا نحافظ على مسافة تباعد بين الأشخاص متر أو مترين، وكذلك تهوئة الأماكن المغلقة. هذا شيء أساسي. بالنسبة لغسل اليدين طبعاً مهم، ولكن ما ننسى أنه هذه عدوى بالجهاز التنفسي، ممكن أنه نسعل على إيدنا أو نستعمل إيدنا على وجهنا، لذلك لازم نغسل يدينا. بس هو فيروس تنفسي واستعمال الكمامة والتباعد يبقوا أهم شيء. دكتور غسان، شو كلمتك الأخيرة؟ كلمتي الأخيرة، كلنا سوا لازم نحافظ على صحتنا حتى نحافظ على صحة مجتمعنا. أصلح نفسك يصلح الكون ويصلح المجتمع طبعا. أنا بشكرك على حضورك معنا وعلى هالمعلومات المهمة اللي زودتنا فيهم. شكرا دكتور. شكرا لك، شكرا لكم، ويعطيكم العافية. مرسي. مشاهدينا نحن مكملين بحلقتنا، ولكن بريك صغير ومنرجع.
سنة 312 صاروا المسيحيين يحقلن يعلنوا إيمانهم على صوت عالي بالإمبراطورية الرومانية من قبل وبهالسنة ومن بعدها. ومع أنه صار عندهم حرية المعتقد بقيوا المسيحيين حاملين صليبهم وماشين. قالنا يسوع المسيح إن أراد أحد يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. نحن اليوم بال 2020 صلبيننا يا رب كتار وتقال وبعد في اضطهادات بحق المسيحيين حول العالم، ونحن بلبنان خصوصا عم نعيش فترة صعبة كتير وكتار وقفوا بنص الطريق. لهالناس بدنا نذكرهم انه الملك قسطنطين ربح حربه ضد العدو بس اظهر له الرب علامة الصليب بالسماء وقال له بهالعلامة رح تنتصر. الصليب رمز انتصار ربنا على الموت ومن خلاله انتصرنا على الصعوبات. ما تخافوا. السياحة بلبنان ما في شيء رح يوقفها بيظل وجود شعب محب للحياة ومسؤولين عم يسعوا لتطوير وتحسينه. فبرعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار وحضوره أطلع امبارحة نهار الثلاثة المهندس أسعد صغيب رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل مشروع تفعيل السياحة المحلية ببلدة زحلة، وذلك هو ممول من صندوق المايوروكا الإسباني للتضامن والتعاون وبالتعاون مع المكتب التقني للبلديات اللبنانية وجمعية المدن المتحدة بلبنان. خلونا نحضر هالتقرير. من السياحة للرياضة، فمنتخب لبنان بالباسكتبول عم بيحقق بالفترة الأخيرة كتير من الإنجازات، وعز الباسكت اللي مشهور في لبنان عم يرجع شوي شوي، وعن جد هالشي بخلينا نحس بالفخر. وضيفنا بهالقسم من شبابيك هو شاب موهوب جداً وبحب لعبة الباسكتبول كتير، وقدر بفضل جهوده وتعبه أنه يصير مدرب فريق بيروت للسيدات للباسكت. جيلبر نصر، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو على الاستضافه. كيفك؟ ان شاء الله منيح. الحمد لله. بدايه جيلبر، كيف فيك توصف انجازات كره السله بلبنان بهيدي الايام؟ كثير مهم الانجاز اللي صار باخر ويندو من المنتخب لمنتخب لبنان بفوزه على الاردن والسعوديه. هلا اكثريه العالم عم تقول انه احنا رسميا تاهلنا على كاس العالم، تكنيكلي رح نتاهل لكاس العالم، اتس ماتر اوف تايم، لانه الجيمات اللي عنا اياها براوند 2 هي رح تكون نسبيا اللي بتخلينا نتاهل. لازم نربحها، هينه بالنسبه لمنتخب لبنان، هي ضد الهند جيمين، اذا بنربحهم نحن بالمبدا اذا ما صار مفاجاه كثير كبيره نحن بكاس العالم، وهذا شيء كثير مهم. سو نحن رسميا بعد ما تاهلنا، بس اذا بدك موست بروبلي اتس ماتر اوف تايم نكون بكاس العالم، وهذا شيء كثير مهم للبنان، كثير مهم للباسكت بلبنان، لانه بترجع بتعيش الباسكت اخر فتره من وراء الاوضاع الاقتصاديه ومن وراء كورونا. مزبوط.
قشطت الباسكت، بتعرفي كثير عيال بتعيش منها، كثير نحن بنحبها، لعبتنا الوطنية هي الباسكت، سو كثير مهم اللي صار بآخر ويندو، رجعنا عيشنا الباسكت بالربح وهوبفلي بنكملها بال بالويندوز اللي جاي وأكيد نوصل على كأس العالم إن شاء الله. طيب شو وضع المنتخب ببطولة آسيا؟ هلأ المنتخب عنده بعد 7 أيام بطولة آسيا، نحن بمجموعة نسبيا فيها جيمات صعبة، بس الفرق اللي عنا ضدهم المفروض يكونوا صعبين مش جايين بالفريق الكامل طبعاً، مثل نيوزيلند جايين بالتيم بي طبعاً مثل ما عم بيحكوا، أكيد بننطر الروستر الرسمي، سو عنا تشانس أن نكون عم نوصل عم نتصدر المجموعة ونروح على ربع نهائي نسبيا أهين من إذا ما تصدرنا المجموعة. أكيد إذا الشباب كانوا مركزين مثل الويندوز اللي كانوا مع شوية تحسين بالأداء أكيد فينا نروح بعيد. هلا بيضل عنا أكيد الفرق الكبيرة مثل أستراليا، كتير صعبة إنه نقدر نكون عم نربح ضد أستراليا لأنه صاروا بمحل تاني هن، وجود لعيبة NBA معهم، وجود لعيبة كتير عم يحترفوا برا، بس إن شاء الله يا رب من أهم شيء نتصدر مجموعتنا، إذا فينا تنكون عم نوصل على النصف نهائي واي نوت، إذا كتير لعبنا منيح وكتير كنا مركزين نوصل على النهائي إن شاء الله. جيلبير منلاحظ إنه بالمنتخب أكترية اللاعبين هن لبنانيين وقليل هن المجنسين، كيف بتشوف أداء اللاعبين اللبنانيين؟ هلا هو المنتخب على طول مجبورين يكونوا كلهم لبنانيين، بحقنا نجنس لعيب واحد بس، this is the rule في باروز، بحقنا نجنس لعيب واحد بس، so هيدا أكيد بيعطي فرصة للعيب اللبنانية أن يكونوا موجودين. اللعيب اللبنانية بالعالم العربي نحن من نعدل من الأفضل إذا مش الأفضل عربيا، أكيد مش عم بحكي عن مصر وتونس، بس نحن حتى مع مصر وتونس نحن منعدل من الأفضل ومن الأفضل، so وهذا الشيء عم نشوفه ضد الأردن والسعودية، الفرق التكنيكال بارت كتير كبير، نحن هذا الشيء بنفتخر فيه، ومشان هيك لعبتنا الوطنية هي الباسكت، والشباب عم تتحسن وعم تتمرن زيادة وبروغرامات زيادة، يعني الباسكتبول لتحسن انديفيدجول بيبقى علينا نحن كمدربين كمان نحن نطور حالنا تنقدر نستوعب الشباب أكتر، نقدر نوظف قدراتهم على الملعب بطريقة أفضل، وأكيد هذا الشيء بمساعدة الاتحاد بمساعدة فيبا أنا اتسترى. جيبار خبرنا شوي كيف بلشت مسيرتك بالباسكت؟ أول شيء أنا كنت ألعب باسكت مع جامعة البلماند ومع مزيارة بدرجة تانية، بعمر صغير حبيت الكوتشاج، سو بلشت كوتشينج بالمتحد أسيستنت كوتش لفريق بنات، بلشت بفريق بنات أسيستنت كوتش بال 2011، ودان هون بلشت أخذ فئات عمرية بجامعة البلماند كوتش الفريق الشباب الجونيور تيم، صرت أتدرج لحديث ما بلشت بمتحد شباب أسيستنت كوتش درجة أولى بالبيك تبع الباسكت، يعني كان شيء كتير مهم، تعلمت كتير من كوتشز أجانب ومن كوتشز لبنانية. آخر سنة كانت لقلي، هلأ أول سنة كانت أسيستنت كوتش مع بشانفيل مع كوتش مروان خليل، بس بنص السنة تركنا الفريق، سو أنا رحت مع فريق بيروت للبنات وصرت هيد كوتش بفبروري، ودان هيك هلا ان شاء الله السنه الجايه كمان رح اكون مع فريق بيروت للبنات ان شاء الله دائما نحو تطور. حضرتك مدرب نساء مثل ما قلنا، صح؟ هل في فرق بين تدريب وكمان يعني بفتره كنت مدرب لرجال، هل في فرق بين تدريب النساء وتدريب الرجال؟ اكيد في فرق كثير كبير اللي هو بالقدرات الجسديه فيزيكال ابيليتيز، بيفرقوا عند البنات وعند الشباب، هذا اكثر شيء لاحظته يعني. هلا اكيد الايموشنز اكثر كمان عند البنات، بس يو كان كنترول ات، بس الفيزيكال ابيليتيز هي الاكثر، يعني الطول القوه الجسديه السرعه هيدي بتفرق بالباسكت، يعني في فرق بنكون عم نلعب ببيس معين بسبيد معينه ترجع تلعب ببيس سبيد معين اوتا، بس لا بالناحيه الفنيه كل شيء
ما بيتعلق إذا بدك بالقدرات الجسدية، البنات بيعملوا كتير منيح. حتى بمحل من المحلات إذا بدك في شوية سرعة بالتعلم كتير، هذا الشيء بيعود للتركيز، ولأنه بيكونوا براسهم أنه نحن فيزيكلي ما فينا نعطي كتير، بيركزوا على هذا السايت. هذا الشيء كتير انبسط فيه أنا من ناحية الأكيد. وقت يكونوا مركزين كتير بيكون التعلم بسرعة والآي كيو كتير عالي. الفتيات ذكيات 100%. هل بتشوف باسكت السيدات له مستقبل بلبنان وبالعالم العربي؟ هلا هو الباسكتبول بالعالم العربي مأثر على لبنان، يعني رح لك اياها شورتلي كيف. يعني المنتخبات العربيه مش كتير اكتف بالباسكتبول، هيدا بتعود للكولتور اذا بدك. يعني ليه المنتخبات، يعني نحن والاردن وسوريا، هلا اكيد في ايران، العراق مثلا، اليمن مش عم يكونوا عم بيشاركوا ببطوله غرب اسيا، يمكن بيهتموا بالفوتبول اكثر، بيهتموا بالفوتبول. حتى بالسبور اللي عند الومن سايد بتحس انه مش كتير بالكولتور هن مرتاحين يلعبوا او هيدا، بس عم تتغير، هوب في اللي تتغير. هذا الشيء مأثر على الكومبيتيشن عندنا بلبنان. اكيد نحن هلا نحن صرنا ديفيجن اي باسيا، ربحنا بطوله اسيا ديفيجن بي، صرنا بالاي. لازم الليج يتحسن بلبنان تنقدر نتحسن أكثر، يعني لازم نفوت أجانب على الليج، لازم عدد الفرق يصغر، الأكاديمي يرجع ينحط لها فئات عمرية تتحسن. منيحة بس فيها تكون كتير أحسن، والكومبيتيشن بالليج هي مع الأجانب هي اللي بتحسن لك اللعيبة اللبنانية، خصوصي أنه ما في دوريات ريجلر مع غير نوادي عربية من وراء إذا بدك الليفل الواطي اللي بغير بلدان، مش عم نقدر نحن نتحسن بهيدي الناحية. سو لازم نفوت عنصر أجنبي على الليك أكتر من عنصر واحد بكل فريق، مثل الشباب في أجنبيين منجيب أجنبيتين، منصغر عدد الفرق، من نعمل أكتيفيشن لفئات العمرية، ومنجرب قد ما فينا نكون عم نلعب ضد دول تانية بليفل أعلى تنقدر نحن نتحسن، بس تحسن إن شاء الله إن شاء الله. جيلبر، أنت كمدرب ما عم نحكي هلا عن الفتيات، عم نحكي عن الرجال. بالنسبه okay. لك كنظرتك بتحس بلبنان بعد تطور اكثر الباسكت نحن بحاجه لنقوي الارضيه؟ اكيد. هلا هي رح لك شغله، هو عم نعد اللي صار نحن انجاز، لانه بالوضع الاقتصادي والمادي، يعني بعتقد لو شوي ما كنا جدية، أو الاتحاد ما تعمل بجدية وما كان عم يشتغل وما كان عم بيأمن سبونسرز وهيدا، كانت فارطت اللعبة. سو كتير منيح أنه هدينا اللعبة، بس هيدا شيء منه كافي. يعني صرنا كتير بعاد عن منتخبات أستراليا والصين، كتير بعاد عن المنتخبات الأوروبية، وقال نحن كنا نربح، أنه ربحنا فرنسا، ربحنا كندا، إذا بتشوفين هلأ هن وين، كتير بعاد عنا. سو أكيد مثل ما قلت لازم نتحسن الأرضية، فئات العمرية لازم تكون كتير الأتنشن عليها كبير، المدارس، الجامعات، لأنه هيدا المدارس كتير مهمة وعم يبلش نشغل على القصة. الليج شوي يتحسن أكتر، الفرق تقل شوي صغيرة، الأجانب يضلوا موجودين معنا، الكوتشية يتمرنوا يعملوا كلينكس أكتر تيقدروا يفيدوا اللعب أكتر. الكوتشز كتير كتير مهمين، لأنه هن اللي بيعلموا. سو إذا هن ما كانوا قد على قد المسؤولية أكيد رح الليفل يوطى. سو كلها لازم ملاعب أكتر، لازم تكون عنا أوتدور وإندور، مثل ما قلت أنت الأرضية كتير مهمة. هوبفلي بس تحسن شوية الأوضاع الاقتصادية بكثير عنا القدرة أنه نهتم بهول الأسبكس، وإن شاء الله أكيد اللعبة كتير تتحسن بعد. يمكن هيدا بيعود لقصة التمويل. جيلبر، شو كلمتك الأخيرة؟ كلمتي الأخيرة أنه الباسكت بلبنان رح يبقى، وبطلب من كل اللي بيحبوا اللعبة أنه يتمرنوا كل يوم صباح عشية، اللي بيقدر، اللي عنده مدرسة يوعى قبل المدرسة يتمرن، بعد المدرسة بدي يكون يتمرن، شطور مثلك، بدي يكون، لا بدي يكون عنده الولتة يتمرن. كتير كتير من البلدان بيتمرنوا قبل المدرسة وبعد المدرسة، أكيد مع المحافظة على درسهم. وأنا بشوف أنه هيك بيكون عندنا chances أكتر كان تنتحسن individually وبالتالي كفريق. سو بطلب التمرين 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 من كل الأولاد الصغار وكل اللي بيحب الباسكت. إن شاء الله يسمعوا النص. إن شاء الله. جيلبر، أنا بشكرك على حضورك معنا. Thank you. مشاهدينا، هون بنوصل لختام حلقتنا لليوم من شبابيك، وملتقانا بحلقات أخرى مع ضيوف جداد، وبنبقى معكن مع كليب تاني للسياحة بنشوفه سوا، وأنا بودعكن.
بنحلقها بين كل درجة زنوبة ضمير بتعيش على الحياة. بتلاقي الشخصية البحرية هي أساس بناء المدينة. بنعيش على حي الزنوبة من القصة تتمتع بسارة عمانية. أحمر واللايحة بتطول وبتطول كتير، فيها قصايا شعر وغزل انكتبت عهدير نهرها وتواحينها، ولما بتمرق بأسواقها تسمع ضحكات وتعليقات على نهفات ظريف لبنان الزحلاوي الراحل نجيب حنكش. وهونيك حفروا جدودنا كل القصص والحكايات بفيات زوانيها، وبتتذكر كل حرفيها بينهم الحداد يلي بنار وطوع حديثها. وبعدنا لليوم لما منمرق بزواريبها نسمع همسات الخبريات وشوشات عشاقها المحفورة على كل حجر وعلى كل حوز مي، بتلاقي أسرارهم بالرواطات وباللاطات وبالقدد المخبية بسقوفية بيوتها تحت أرميتها. وريحة القطايب الزحلوية، الكعك بحليب، القربان، المشطاح، تعبق من داخل أفرانها العتيقة منسية بزواميقها. ومن شبابيك بيوتها بتلاقيك ست البيت بالميل على القهوة وبالأهلة وسهلة وبالوينو، ومنها بتتعرف على كل أخبار وقصص أهل الحي وعلى كل زواريبها. ومن الحاووز للخمارة اللي بتفوح منها ريحة عرق عنقيد دوليها، تسمع رندحة شباب الحارة مين بيسكر قدنا مين يهدي حدنا. وإننا نحن أبطال الخمارة بقولوا لك وبكل ثقة هيدي ورطة جدنا. بتكفي مشوارك عتل زيني عبحوشة عن أيرات عحرقات، وشوي شوي تخفى دوالي العنب من سكرتها وبتنام سنين بخوابيها. وفوق من على صخرة العروس تسمع هدير البردوني من قلب الوادي، بتطلع عليك من بعيد بيوتها القرنيد الخاشع تحت تمثال العذرة لحارستها، وبهالموزايك الرائع يلي بيعبر عن تميزها وغناها وتجانسها مع محيطها، تبقى زحلة. زحلة العيش المشترك جامعة لكل الأديان الطوائف والمذاهب، وهيك بتبقى زحلة الحلم لكل أبنائها. أصحاب المعالي، المدراء العامين، حضرة رئيس البلدية، الآباء الأجلاء، كلمتي أنا رح تتناول كيف انعمل المشروع وليش عملناه والتعامل مع مين. هذا المشروع بلش بالتعاون مع الفوم أيوركي ومع مؤسسة منظمة الأمم المتحدة ومكتب التقني للبلديات. كان الهدف منه إنه ندعم بلدية زحلة بمجال التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة إنه كلنا عارفين شو كانت ظروفها. من هيك بلش المشروع بالأول بإنشاء لجنة استشارية مشكلة من أبناء المدينة من عدة قطاعات، كانت هي عم تتساعد معنا مشان نعمل تشخيص مبسط لمدينة زحلة. وقت بقول تشخيص أي دراسة هيك شوي بتخلينا نعرف شو هن نقاط القوة، شو هن نقاط الضعف بزحلة، شو هن الإمكانات وشو هن الفرص المتاحة. وهون قدرنا نشوف قديش بزحلة في عنا إمكانات سياحية كتير مهمة لازم نبني عليها. من هيك ارتكزنا على هالنقاط القوة هيدي وطلعنا بالخطة بثلاث محاور بنشتغل عليها. المحور الأول كان تعزيز السياحة وخلق خدمات سياحية للزائرين بتخليهم يتعرفوا على موارد زحلة وبتخليهم يقضوا وقت فيها، وكمان تستقطب ناس من برا
قرارات المدينة أكيد. المحور الثاني كان، وهيدي لازم الكل يعرفه بعتقد بكل لبنان وكنا بنعرفه، زحلة مدينة عالمية للتذوق مدرجة على لائحة اليونسكو للمدن الممتعة. إن هذا المشروع وهو بعنوان تفعيل السياحة المحلية في بلدين زحلة سيساهم أكثر فأكثر بتعزيز الدور البلدي بالتنمية المحلية، وهذا أمر بدأنا نلمس نتائجه منذ سنوات عدة. وهنا أود أن أشير إلى أن قدرة البلدية في متابعة هذا المشروع لابد أن يتبلور بتعزيز الإدارة البلدية، أي بتوظيف مختص أو تعاقد مع مختص. وهنا الأزمة الكبيرة يجب أن ندرب ندرب ندرب، والبلدية تمنع على أو الإدارة المركزية تمنع على البلدية التوظيف. لو كانت البلدية سعادة المال في تساعدها، لو كانت البلدية تملك القدرات المالية يجي التوظيف ممنوع على الجميع. هذا الموضوع هذا المشروع ممكن يفرض في الأخير إذا ما ابتدأ بالبلدية شخص شرط وعنده القصة. ولما كانت قطاع
نزلت وجودي في زحمة لإطلاق شعار تكامل بين الصناعة والسياحة والخدمات تحت مظلة اقتصاد الإنتاج لوحده. الصناعة